سجلي سجلي. أهلا وسهلا بكم في صباح قناة في هذا المشهد الجديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من مدينة القديمة. تجسدوا في هذه اللحظات استنفاق برجال الوقاية المدنية بحثا على حدث اللي هو عبارة عن حائط اللي توصلوا به قاعة المواصلات للوقاية المدنية. تحتاجوا تتبع قناة شوف تيفي، قناتكم قناة الشعب شوف تيفي، دائما على الحصري وعلى المباشر في اتباع الوقاية المدنية بحثا على أحد المعلومات اللي توصلوا بها قناتكم قناة الشعب قناة شوف تيفي، واش هي صحيحة أم معلومة خطأ. ناقش مع فو مسبيح قنشوف تبي إجاد الوقاية المدنية اللي دائما تسهر 24 ساعة على 24 في جميع تدخلات حائط و كويت. طبيعية أنهم دائما معكم حفاظا على سلامة وأمن المواطنين. سلام خويا صاحبي، شنو واقع؟ واحد الموطور شعلات فيه العافية تما في ربة الكوري هذا، صافي جاب الله كاينين الدراري وحنايا تعاوننا طفيناها. على اليمن؟ على اليمن. شكرا خويا. إذا تفشو متابعي قناة شوف تيفي أن درجة هنايا اللي شعلات فيها العافية ظروف غامضة، تشوفوا معنا سباق كنشوف تيفي على المباشر تدخل رجال الوقاية المدنية. إذا نظرا لصعوبة التضاريس، سباق كنشوف تيفي أن هنا دائما في اتباع رجال الوقاية المدنية. سمعتو بصديق حال شفت بي حسب صحيح واحد الحايس ليلي بصراح لينا أن واحد الدرجة هنايا لي شعلات فيها العافية في وسط المدينة، وجد الوقاية المدنية خدو جميع التتيبات ديالهم بحثا على هاد الدرجة هنايا. تشوف تبي أن أجل الوقاية المدنية توصلوا بمعلومة حول حائط بخصوص واحد الدراجة ناية اللي شعلات فيها العافية في وسط المدينة وتنقلوا على وجه السرعة، لكن بفضل التدخل ديال المواطنين كانوا حاضرين في علمة أو تمكنوا من إطفاء ديال هاد الحايق. إذا سبيع قناة شوف تيفي مشكورين المواطنين اللي تمكنوا من إطفاء هاد الحايق هذا اللي شعل أحد الدرجات النارية اللي كانت معطونا في بعض الأسقة في وسط المدينة. إذا سبيع قناة شوف تيفي إلى هنا غنكون وصلنا لنهاية المباشر هذا، وإلى اللقاء في المجال الآخر إن شاء الله.